طيب، هو الحقيقة المفروض أكون شخص عاقل، يعني اللي هو لا يا جدعان أنا عايز أشغله دلوقتي حالا. كتالوجات في 3 كيبلز علشان أوروبا ودول الخليج، ويعني الثلاث فيش اللي موجودين في العالم، فأنا هختار الفيشة بالتأكيد بتاعت مصر. منديل عشان انظف بيه السبيكر، يعني انتوا مش متخيلين انا مستني اللحظه دي من قد ايه. اوه المفروض ما فيش اي حاجه، لسه انا على الموبايل عادي جدا. المفروض بقى المره دي خلاص بجد، يعني انا مبسوط، انا مبسوط جدا. من زمان قوي ما عملتش مراجعه على المنتج وانا متحمس له للدرجه دي، لدرجه ان انا لما جبت السبيكر ده انا ما نمتش، فضلت قاعد للصبح ومش عايز انام، قاعد بجرب ومبسوط من الحاجه اللي انا بعملها. في مثل، والمثل ده صح جدا، بيقول لك ادي العيش لخبازه. وهواوي لما جت تعمل السبيكر ده اللي اسمه الساوند اكس من شركه هواوي راحت لخبازه، وخبازه ده هو الشركه الفرنسويه المشهوره جدا ديفيلي، لازم تنطقها كده فرنساوي، فلازم تنطقها بالطريقة دي. الشركة دي لو متعرفهاش لازم تعرفها كويس جدا لو انت مهتم او ناوي تهتم بمجال الصوتيات، لانها من اكبر 3 شركات على مستوى العالم في مجال الصوتيات. طيب، تعاون هواوي مع ديفيلي قدم لنا كتير قوي، بس خلونا نبدأ بالبديهيات. مبدئيا عندك تصميم لامع جدا، هيبصم جدا، عشان كده جاي منديل عشان كل شويه تحاول تنظف السبيكر ده. والجزء اللامع ده بيكون في الاثنين ويفرز اللي بيطلعوا البيز الضخم جدا اللي هنتكلم عنه قدام. اما تحت فعندك جزء مغطى بالقماش وفيه 6 مكبرات صوت بيطلعوا الصوت 360 يعني من كل الجهات. ومن فوق عندك 4 زراير لمس، تعليت وتوطيه الصوت وميوت واختيارات، وعندك كمان RGB بالوان مختلفه. ولو حبيت تكتم الصوت كل اللي انت بتعمله بتحط ايدك بس على السبيكر، ولو حبيت تشغل الصوت مره تانية او تعمل انميوت بتحط ايدك مره تانية على السبيكر فبيشتغل الصوت. طيب تعالوا بقى ندخل للحاجه الاهم وهو الصوت نفسه، وهنا نقسمه لقسمين، القسم الاول قوه الصوت والقسم الثاني نقاء وجوده الصوت. ده بالنسبه لقوه الصوت، فيعني عندك سبيكر بقوه 60 واط، عندك 40 هرتز بيز، 40 هرتز بيز يعني، وعندك 93 ديسيبل. يعني الارقام دي اقدر اقول لك ان انت معاك دي جي صغير في ايدك، يعني دي التسميه الصحيحه لقوه الصوت اللي خارج من هنا. وعلشان تحس بقوه الصوت اللي طالع من هنا هنعمل حاجتين ابسط من بعض. الحاجه الاولى هنحط شمع عشان تحس بقوه البيز اللي خارج من هنا وقد ايه الهواء اللي بيتضغط بناء على اندفاع البيز قوي. شمع بقى او قماش، اي حاجه هتوصل لك الفكره. اما التجربه الثانيه ودي الاهم، فانا هوصل صوت السبيكر هنا ل 100% وهبدا اتكلم باعلى صوت عندي عشان تشوف انه السبيكر ده لما بيشتغل على 100% قد ايه بيبقى الكلام في وجوده شبه مستحيل. طيب زي ما انت شفتوا 93 ديسيبل هتخليك حرفيا معاك دي جي صغير في ايدك. على فكره هو حجمه مش كبير اطلاقا، قد شبر تقريبا من ايدي، بس 3.5 كيلو يعني تقيل بسبب الماشينز اللي موجوده جواه عشان يطلع لك الصوت الكبير والهائل جدا ده. طيب تعال اقول لكم على رايي بقى في الجزء الثاني وهو الخاص بجوده الصوت. مبدئيا في تطبيق اسمه سمارت هوم خاص باجهزه هواوي، بتقدر تنزله على اي موبايل اندرويد عادي. التطبيق ده فيه حاجتين مهمين جدا، الحاجه الاولى ان اي تحديث بيوصل للسبيكر هنا بتقدر تحدثه من خلال التطبيق ده. الحاجه الثانيه ويمكن دي الاهم هو الساوند افكت، بيكون عندك جوه اختيارين، الاختيار الاول فويس والاختيار الثاني هاي فاي. اختيار فويس بيخلي البيز قوي جدا فبيضيع شويه من الميد تونز والهاي تونز، لكن اختيار هاي فاي وده اللي انا برجحه بيخلي البيز كده اهدى شوية واكيوريت جدا، وفي نفس الوقت بيحافظ على الميد تونز والهاي تونز. طيب جودة الصوت بقى نفسها عاملة ازاي؟ احب اقولك ان انت
يعني ما تجيبش السبيكر هنا وبعدين تفتح تشغل اغاني مثلا من يوتيوب، او اغاني حتى من يوتيوب ميوزك، او اغاني من ساوند كلاود، او اي حاجه من الحاجات دي، ولا حتى سبوتيفاي وانغامي النسخ المجانيه. لازم نسخ ستريم ميوزك مدفوعه وتاخد هاي كواليتي، تشغل الاغنيه على 320 كيلو بايت مثلا، اللي هو كل اغنيه تعمل لها مثلا من 40 ل 80 ميجا بايت، عشان تبدا تحس بكل نغمة. يعني لما هتيجي تشغل الهاي كواليتي على السماعة هنا، هتلاقي كل آلة موسيقية صوتها طالع لك لوحده بشكل يخليك قاعد مستمتع، قاعد مبسوط ان انت بتسمع الاغنية. لكن لو شغلت اغنية عادية اللي هي بتكون كلها 2-3 ميجا، فصدقني لا، كل حاجة هتلاقيها داخلة في بعض كده. فلو هتجيب السبيكر ده وهتدفع المبلغ ده وهتستثمر فيه، لازم تدفع معاه خدمة بث موسيقى مدفوعة عشان تسمع كل نغمة وهي خارجة من السبيكر اللي موجود هنا. طيب ديفيالي حط هنا كمان تقنية من تقنياتها. التقنية دي ببساطة بتقول لك علي الصوت ل100%، مش مهم الاغنية بتاعتك الكواليتي بتاعها عامل ازاي، مهما كان لو فضلت معلي صوت السبيكر هنا على 100% مفيش اي قطع داخلية هتتأثر بالسلب، ولا هيحصل للسبيكر ده اي حاجة مع مرور الوقت. والطريقة الوحيدة عشان تشغل السبيكر اللي موجود هنا هو ان انت تاخد فيشته وتوصلها بالكهرباء، يعني مفيش باتري موجودة جوه هنا، وده طبيعي جدا لان السبيكر زي ما قلت لكم 60 واط، فطبيعي جدا انت لازم توصله بالكهرباء. بس انت عارف من كتر ما تحب حاجه فتبقى بقى عندك امنيات كده وطموحات. انا بقى كانت امنياتي وطموحاتي ان انا اخده واقعد على شط مثلا، اخده كده اروشن بيه على اصحابي بره شويه، اعمل حاجات من دي. بس ده مش موجود وده طبيعي، بس ايه يعني احلامي رافضه الموضوع ده. وطبعا بتوصل الساوند اكس باي حاجه عن طريق البلوتوث، مفيش منفذ 3.5. انا شخصيا ما كنتش هستخدمه كتير، بس يعني كانت حاجه ممكن تكون موجوده. بس في نقطه كمان، ان انت لو معاك اي موبايل من هواوي تقدر تعمل بير بسهوله جدا، تلمس بس كده فبيعمل بير عن طريق طبعا هواوي شير. اما سعر السبيكر فسعره في الوطن العربي كله بيتراوح ما بين 300 و400 دولار، وسعره في السوق المصري في حدود 6800 جنيه. وانا عارف ان السعر ده بالنسبه للناس العاديه ممكن يبان سعر ضخم مثلا او كده، بس صدقني بالنسبه للناس المهتمه بمجال الصوتيات فهي هتكون عارفه جدا ان السعر ده ممتاز بالنسبه للسبيكر ده. في السعر ده انت غالبا بتلاقي مثلا السبيكرز بتقدم لك 30-40 واط، ده غير ان ديفيالي نفسها عندها سبيكرز بارقام خرافيه، 3000 دولار اللي هو تقريبا 45000 جنيه لسه بدون جمارك وشحن باي حاجه. وفي اصلا انظمه صوتيه موجوده هنا في مصر سعرها 50000 و70000 و100000 وارقام فلكيه يعني. اما بالنسبه للخلاصه فبتهيألي مش محتاج اقول خلاصه، يعني لو في حد بيفكر ان هو يشتري السبيكر ده فده ترشيحي 100%، ما عنديش اي تفاهم في النقطه دي. حاجه تانية هو خلاص بقى جزء من حياتي، يعني مفيش اي فكرة عندي ان انا ممكن استغنى عنه من هنا ورايح، خلاص ده جزء اساسي بالنسبة لي. واعتقد ايا كانت حجم شقتك فهو قادر ان هو يغطيها وبكل سهولة وسلاسة وبدون اي مشاكل. وبس دي كانت كل حاجة في الفيديو ده. بس ممكن تتابعني، قبل ما تتابعني لازم تعمل سبسكرايب الاول، يعني انزل اعمل سبسكرايب وبعد كده ممكن تتابعني بقى على فيسبوك انستجرام تيك توك، كل اللينكات دي موجودة تحت في الديسكريبشن. وكالعادة كان معاكم احمد المدحت، سلام.